السلام عليكم، مبروك رمضانكم، مبروك عواشركم، الله يدخل علينا هذا الشهر بالصحة والسلامة، لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي، وتشافي كل مرضانا يا كريم، وتحقق الأمنيات لأي واحد كيتمنى شي أمنية، تحقق لي الأمنية ديالو يا سيدي يا ربي. اليوم غادا نمشي نشري بعض الأغراض من الدي ام، خصوصا باغا ناخذ منه السمسم وهذيك بودور الكتان، وغادي ندير معكم واحد الجوله، ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، وغادي ندويو على كيفاش نبداو نختموا القران، نختموه جوج المرات في الشهر، وعلى حسب يعني على حسب الامكانيات ديال كل واحد والاستطاعه ديال كل واحد كيفاش نختم القران جوج المرات. المهم انا غادي نقول لكم التجربه ديالي، انا غادي نحاول انني نختم جوج المرات في الشهر. دابا هذا اليوم الخامس، اليوم السبت، رمضان بدا عندنا من يوم ثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه والسبت، يعني دابا خمسه ايام. المهم احسن طريقه الى بغيتو تختموا بها القران اللي انا متبعاها وعطات معايا نتيجه، دابا حنا يوم السبت وانا وصلت لسورة الاعراف، يعني بديت فيها قريت فيها شي 4 الصفحات تقريبا، هذه مدة دابا 5 ايام. في كل يعني نصيحة مني، في كل صلاة يعني تقرأ صور من القرآن، يعني تصلي بالقرآن في صلاة الفجر، في صلاة الصبح، صلاة الفجر وصلاة الصبح والضحى، يعني إلا كنتو كتصلي الضحى مرة يعني الضحى كيكون على حسب يعني الوقت اللي عندكم، ولا الإنسان اللي كيكون خدام ما متوفرش ليه الوقت. صلاة الظهر كذلك، صلاة العصر والمغرب، راه كيكون الإنسان يعني غادي يفطر يعني ما كيقراش ديك الساعه، كيكون كيصلي يعني بالزربه باش كيفطر وكيستعد باش يعني يفطر. من بعد ان شاء الله ما كيفطر ما كنفطر، كيجي صلاه العشاء كذلك، كتبقاو تبعين نفس الطريقة حتى كتختموا القرآن إن شاء الله، سواء كتختموه مرة أو مرتين. وفي كل صلاة ملي كتصليو كتقراو ما تيسر من القرآن، يعني على حسب الوقت اللي عندكم وعلى حسب يعني اشنو عندكم هذاك النهار. واحيانا في بعض الاوقات الى ما قريتوا في القران خاصكم تعودوه بنهار اخر، بحال دابا مثلا ماشي بحال دابا الى ما قريتوش في صلاه الظهر خاصكم تعودوه في صلاه العصر، يعني اللي فاتكم في شي صلاه تعودوه في صلاه اخرى، يعني في كل صلاه نعود لكم، في كل صلاة خاصكم تقرأوا ما تيسر من القرآن في هذه الصلوات كاملة. أول حاجة أنكم تقرأوا أنكم تصلوا بالقرآن، ثاني حاجة أنكم تقرأوا بعد كل صلاة ما تيسر من القرآن، يعني على حسب الوقت اللي عندكم، سواء من بعد الصلاة أو لا
بسهوله حتى كيكون عندكم شي وقيه المهم ما يدوش عليكم النهار وانتم ما معودينش في الاشياء اللي فاتتكم. وبهكذا ان شاء الله غادي تكونوا غادي تختموا القران ان شاء الله مره او حتى جوج المرات في هذا الشهر الكريم. نتمنى ان هاد النصائح اللي قلت لكم ديروا بها لانني انا شخصيا كنطبقهم وغادي تلقاو واحد سبحان الله غادي تولفوا وغادي تلقاو واحد السهوله وغادي تولي في كل صلاه كيكون عندكم هذاك الحماس بانكم تقراوا القران. والقران راه بلا ما نقول لكم راه هو شكر راسه يعني راه عنده بزاف ديال الفوائد راه يعني راه كينزل السكينه يعني كينزل السكينه والرحمه على الناس وكي يعني هو يعني اش غادي نقول لكم في الحق القران يعني راه هو شفاء لينا جميعا شفاء لكل داء الله يثبتنا جميعا يعني الانسان يقرا القران وينوض لصلاه الفجر يعني يحاول ينعل الشيطان لان كتبغي تنوض لصلاه الفجر كتحس براسك تعبان وكل يعني العظام ديالك شادهم لك المكان اللي انت ناعس فيه ولكن منين تبغي تنوض عود دائما قول هذه الطريقه تغلب على الشيطان ونقول الله ما تغلبني الشيطان انا اللي غنغلبك يعني حاول انك تعير الشيطان ولي سير الشيطان يعني حاول انك تعيره وتقول لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله لا غلبتيني انا نغلبك انا بهذه الطريقه باش كنتشجع ونوض كنوض نصلي الفجر باش ما نخليهش يغلبني والله يثبتنا. هنا جيت نشارك معكم بالنسبة للناس النساء هنا المغربيات اللي كيعيشوها في ألمانيا كيقلبوا على الشعرية ديال السفلى. هادي هي الماركة اللي أنا كناخد من كوفلاند. هي عبارة عن أعشاش كتكون كل ميكة فيها 500 غرام. هذه هي اللي كنستعمل انا كتكون عباره عن اعشاش هي غير كنورك عليها وكتفرتت وكنستعملها في الصفه الجديده. انا في الاول انا استعملت المقص ما باش تقطع ليا ولكن درت غير ايدي وهي تقطع وركت على ايدي جمعتها ما بين ايدي وهي تقطع كتجي جديدة وكتجي ربما أحسن حتى من هذيك يعني ديك السفة اللي كنستعملو في المغرب.
المهم نتمنى ان الفيديو يعجبكم وكونوا فيه كون نصحتكم فيه وتكونوا استفدتوا منه، يعني ما يكونش الفيديو غير مرور الكرام. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه وخرجتوا المهم بعض النصائح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وشي فيديو آخر إن شاء الله، ورمضان مبارك سعيد مرة أخرى علينا وعليكم. بالصحة والسلامة يا ربي.